اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه النهارده لفت نظري فيديو صغير جدا، هو 10 15 20 ثانيه يعني بالكثير، يخص كابتن محمود الخطيب. والفيديو ده لو جاهز معاكم يا شباب لو سمحتوا تعرضوه لي، لانه فيديو مهم جدا. لانه طب هو عيل صغير عنده 3 سنين او طفل صغير عنده 3 سنين اهو، اسمع. يعني هو شاف كابتن خطيب فين عشان يقعد يغني له كده ويعمل له كده؟ والده وكل حاجه وبيعرفه وكل حاجه وبيضحك له ويعمل له، لكن طب هو شاف فين كابتن خطيب يعني عشان يعمل كده؟ هو حب الناس ده حاجه بتاعت ربنا. ما يعني انا ليه بقول الكلام ده؟ لان الحقيقه وانا قاعد بتفرج على الفيديوهات اللي جايه لنا من قطر، شفت الفيديو ده عجبني جدا ولفت انتباهي، وشفت ان هو حاجه الانسان المحترم بعيدا عن ان هو رئيس النادي الاهلي وبعيدا عن اي شيء اخر، ولكن يظل الاحترام والادب يخليك اسطوره طول عمرك، وحتى يعني ربنا يديله الصحه كابتن خطيب، لكن يظل دائما اسطوره مع الجيل ده ومع الجيل الصغير. مع ده الولد، بصوا الولد ده ايه، صغير جدا بيغني له، مبسوط بان هو واقف مع كابتن خطيب والكابتن بيضحك معاه وبيهزر معاه، حاجه جميله جدا. الواحد يتمنى ان يعني ولاده اقرب ليك دايما، اقرب ناس ليك دايما بتبقى اولادك. يا رب اولادك يطلعوا يعني ربع اللي احنا بنشوفه الحقيقه مع كابتن خطيب، يعني حاجه جميله جدا. ولكن احترام، ادب، اخلاق خلته يصل إلى هذه المكانة. طبعا رئيس النادي الأهلي وأسطورة في كرة القدم، ولكن احترام وأخلاق وكل شيء جيد الحقيقة بالنسبة لنا احنا كلنا. هذا الرجل هو مثل يحتذى به في كل شيء الحقيقة.